هذه الآية في سورة طه، قال فريق من أهل العلم أو الأكثر أن معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينزل عليه القرآن لشقائه، بالعكس. وليس معنى وجود تكاليف شاقة في هذا الدين أن القرآن سيؤدي إلى شقائه، بالعكس، وجود تكاليف شاقة وصعوبات مع الاستعانة بالله سبحانه وتعالى يتحول هذا المجهود وهذا التكليف يتحول إلى حياة ولذة في علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، ومتعة رحلة معايشة أسماء الله الحسنى أثناء تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا استعان بالله سبحانه وتعالى تتحول حياته إلى جنة، جنة، وكما تكلمت كثيرا وأتكلم اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، جنة معرفة الله. بل هذه الابتلاءات التي تحدث أثناء الطريق، هذه الابتلاءات تزيد المؤمن إيمانا. دليل قول الله سبحانه وتعالى لما الناس اجتمعوا وأرادوا أن يخوفوا أهل الإيمان فقالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه، هنا حالة من تجمع الأحزاب حول المؤمنين ويريدون من هذا التجمع أن يبث خوف في نفوس أهل الإيمان. يعني هو بيقولوا لهم الشيء المفزع بالنسبة لهم إن الناس قد جمعوا العدة، المحذوف، المفعول المحذوف، جمعوا أنفسهم وعدتهم وعدادهم، جمعوا لكم، يعني هذا الجمع خصيصا لكم، معد لكم، أنت متخيل التخويف؟ وبعدين كأنهم يغششون أهل الإيمان ما هي المشاعر المطلوبة في هذا الموقف، فقالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فلا بد أن تخشوا. فإيه اللي حصل لهم؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا التجمع من أهل الباطل على أهل الإيمان كان سببا في زيادة إيمان أهل الإيمان، لأنهم استعانوا بالله وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. بل هذه التكاليف وهذه الابتلاءات في طريق الأنبياء وفي طريق أتباع الأنبياء تزيدهم إيمانا، لأنهم يتعلمون من صفات الله ومن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى ما يرون بها هذه المعاملة رأي العين، بعدما كانوا يقرؤون عنها في كتب الله، الآن بعدما ساروا في طريق الله يطبقون شرع الله سبحانه وتعالى أصبحوا الآن يرون هذه